أمي بشوف عطبيك شو بده مني وبيجي دغري. لازم اليوم بالذات ما تتأخر عن البيت. بعرف، قلت له إنه اليوم في عندي شغل، بس هو حتى عن نادي ما أجا. ماما أنا ما قلت لك من قبل؟ في بطولة جولف الأسبوع الجاي بأنطاليا عم تنظمها شركتنا، بظن بده يحكي معي بهالشي. وشو بيعرفني؟ في احتمال ياخذني معه هالمرة. عن جد؟ قال لي اليوم جايين لعنده ضيوف كتير مهمين، وأكد علي من شان إشي. يمكن بده يعرفني عليهم. بس أوعك تتأخر. ماشي. ما رح يجي؟ قال مضطر يروح لبيت عطبيك، في عنده شغل. خالي خليني أحكي معه. خد أحكي مع جميلة. أي هاتيها. ألو حبيبتي، أنا آسف من شان لحظة اليوم. بس لأطلع على البرندا. طلع في عنده شغل وضروري يروح. إي معلش، الشغل أهم شي بالنسبة للي بعمره. مؤيد اعمل حسابك، جاي رجال اعمال ووزراء من برات البلد، بعدين هاي البطوله كتير بتعني له لبابا، واكيد بينبسط منك اذا ما تركته لحاله. مزبوط اللي عم تقولي. لا تفكرني رايحه هيك، انا بدي روح استقبل الضيوف بدل امي. عن جد؟ ايه كتير. خربطت كل القائمه تبعي. أول شي بدر قال لي إنه عائلة بارسوي ما رح يجوا، مشان هيك ما حطيت اسمهم بالقائمة، بس هلأ اتصلوا وقالوا إنه جايين. خربطوا لي كل شي وشكلي بدي عيد من الأول. شو رأيك عدل على هي القائمة نفسها ولا حط وحدة غيرها؟ كأنه أبوك يعطي أهمية زيادة لهذا الشاب. ليش بقى؟ يعني في شباب كتير بيشتغلوا عنده بالشركة، ليه هاد بالتحديد؟ لأنه شغيل يعني؟ أنا مو شايفة إنه هالشي مقنع لهالتصرفات. ما بتعرفي بجوز يصير صهره؟ شو هالمسحة هاي؟ ليش؟ معقول كتير؟ هالحكي هذا ما بجوز، أنتِ عم تمزحي، أبوكي مستحيل يرضى بهالشي. لا بقى تمزحي بهيك موضوع. وإذا قلت لك إنه أنا جدية؟ حرام عليكي، بتكوني هيك عم تدمري له مستقبله. إذا أبوكي حس للحظة واحدة إنه في شي غريب بتطليعاتك، هالشب المسكين هو اللي بده ياكلها. شو رأيك فيه؟ حلو كتير ما هيك؟ هو حلو بس في شي تاني بهالشب غير الحلا. في بملامحه قوة ورجولة، في بعيونه السر لما يحزن تتغير نظراته، وقتها بصير شخص مختلف. شو؟ والله يا روحي شكلك غرقانة بحبه. أنا بنصحك تنتبهي، وخاصة بهي الفترة حاولي قد ما فيكي ما يبين عليك شيء، مشان الشاب الدرجة الأولى. رح أتجوز مؤيد. وعد. والأيام بتثبت لك هالشيء. بصحتكم.